خير الزمان. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة حول عارض من عوارض القلب، يعني بالقلب القلب الذي به قوام الحياة الأبدية. هذه الأيام وفي كل الأيام عندما يرى الإنسان خللا في قلبه الظاهري كم يفزع، يرى نفسه على مقرب من الموت. وهكذا الواقع، القلب إذا توقف، القلب إذا أصيب بعارض، نعم انتهى الأمر. ولكن المشكلة في القلب الباطني، الإنسان قد يموت قلبه وهو لا يشعر بذلك، يرى دنياه على خير، يقول انتهى الأمر. متى يفاجأ؟ في أول ليلة من ليالي نزول الحافرة، في ليلة الوحشة، يرى قلبا سقيما. أجاركم الله، يرى البعض قلبا نتنا، الملائكة تضج من نتنه. بعد هذه المقدمة ننظر إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام في عوارض القلب. أخواني، هذه الكلمة اجعلوها في بالكم دائما وأبدا. لكل قلب محور، محور الحب الذي على أساسه يتحرك الإنسان. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قسم من الناس همه الدنيا، الآن بعض عناصر الدنيا عنده مميزة، مثلا المرأة، المال، العقار، السكن، الوجاهة، الرئاسة، كل هذه من توابع الدنيا. القلب الذي فيه نقطة من نقاط التعلق بالدنيا ولو كان أمرا بسيطا، هذا القلب قلب مشغول. وعلماؤنا في كتب الأخلاق دائما قالوا التخلية ثم التجلية. الإناء المشغول بغير الله عز وجل رب العالمين لا يتجلى فيه. الآن المشكلة ليس في الحب البسيط، أحدنا قد يحب طعاما، قد يحب دابة، يصل إليها هذا الحب يتبخر. ولهذا يقولون الوصال مدفن الحب، من أحب شيئا ووصل إليه هذا الحب الشديد يدفن. ليس من الغريب أن نرى أن البعض بعد شهر من شهر العسل أمره في المحاكم. قبل الزواج، قبل العقد، كان متيما، وصل إلى من يريد، هذه الجذوة تنطفئ. هكذا عشاق الدنيا. إذن المشكلة ليست في الحب العابر، الكلام في العشق، في الحب الذي يتغلغل إلى شغاف القلب. ما هو حكم هذا؟ تعبير العشق في روايات أهل البيت تعبير قليل، ولكن ورد هذا المعنى. ومنه هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من عشق شيئا أعشى، وفي عبارة لعله أعمى بصره. وقال من عشق امرأة، من عشق مثلا سلطانا، ملكا، عشق شيئا تعلق قلبه بشيء تعلقا بليغا،
هذا الإنسان أعمى وأمرض قلبه، ما هي النتيجة؟ ما هي آثار مرض القلب؟ فهو ينظر بعين غير صحيحة. عينه بمعنى القرنية والحدقة والشبكية، العين سالمة ولكن لا ينظر بها، ويسمع بأذن غير سميعة، يسمع المواعظ لا يبالي. شاب الآن كمثال نذكر، شاب يريد الاقتران بامرأة في منبت السوء، ظاهرها غير ملتزمة، باطنها امرأة لها ما لها من التأريخ المنحرف، ولكن الولد رغم إرادة أبويه يريد أن يصل إليها. حتى الواعظ الأبوان يشتكيان عند العالم، العالم ينصحه لا ينفع. المهم عشق، وقد تكون هذه المرأة على غير ملة الإسلام كما رأينا كثيرا، يأتي من بلاد الغرب ومعه من لا تتشهد الشهادتين. المهم هذا لا يرى أمامه كافرة سافرة مثلا، يرى أمامه مثلا الآن نقول حورية، يقول هذه حوريتي في الدنيا. عينه لا ترى الواقع، مع أنه بنظرة سريعة الإنسان يكتشف أنه إياكم وخضراء الدمن. لماذا لا يسمع؟ لماذا لا يرى؟ قد خرقت الشهوات عقله. البعض له عقل ولو بمقدار غشاء، هذا الغشاء انخرق بهذا العشق. كل عاقل ولو كان بالغا في أول أيام البلوغ يقول للإنسان لا تقترن إلا من أهل ملتك، لا تقترن إلا بامرأة لا ترغب في غيرك. يرى أمامه امرأة جربت العشرات، هو الحادي عشر، ومع ذلك لا يعتبر، يريدها كيفما كان. بعد أيام مصيره مصير العشر الأوائل وهي تبحث عن ضحية ثانية عشر. حتى الطفل يقول يا فلان لا تقدم، ولكن هذا المقدار من العقل الطفولي ليس عنده، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. إذن إخواني أعزتي، من أراد أن يصل إلى شيء من مدارج الكمال، الآن لا أقول العشق الإلهي ذاك مقام النبي وآله، ولكن بأدنى درجات المحبة لا بد أن يفرغ قلبه من كل شاغل. الآن الحب العابر يوم يومين في أسبوع له ميل في دابة بمواصفات كذائية، له مثلا رغبة في سكن كذائي، بعد سنة سنتين يسكن، هذا الحب يزول. البعض لا ينظر جمالا في بيته رغم أن بيته فارح، العين تألف لكل جديد بهجة. رب العالمين عاقب أهل الدنيا بهذه الخاصية، الليل والنهار يبليان كل جديد. أخيرا ماذا نعمل؟ هنيئا لمن كان في زمان النبي المصطفى محمد، هؤلاء طبيبهم بين أيديهم، رسول من أنفسهم. يقول أمير المؤمنين تشبه ولو بمقدار قطرة من بحر بصفة النبي، طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. الطبيب في الأيام الغابرة يأخذ المراهم ويأخذ معه حديدا
يحميها على النار ويكوي بها المرض، يقولون آخر الدواء الكي. النبي ما فتح عيادة معنوية، هو يذهب. ولهذا إذا رأيت عالما يستنكف عن الذهاب إلى مواطن التبليغ وإيصال كلمة الدين يقول دع الناس يأتوا إلينا، هذا ليس على سنة المصطفى. الطبيب دوار بطبه، يعني هو يبحث عن المرضى، لا ينتظر المرضى يأتون إليه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، يعني يبحث عن هؤلاء المرضى الأعمى والأصم والأبكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة، ما قال المعصية فقط. النبي لم يكن يبحث عن الكافرين، لم يبحث عن المنافقين، لم يبحث عن المذنبين، كان يبحث عن الغافلين أيضا. قد يكون الإنسان مصليا في الصف الأول لا تفوته جماعة وهو من الغافلين، النبي عينه على هذا الصنف أيضا. ولهذا في حوزاتنا قديما وحديثا بعض رجال الأخلاق كان يضع عينه على طالب فيه القابلية يشتغل معه، بعد فترة نحوله إلى ولي من أولياء الله، من طالب متعارف إلى إنسان كما يعبر عن مستجاب الدعوة. هكذا كن، إن وصلت إلى مرحلة عالية من الكمال خذ بأيدي العاصين وخذ بأيدي الغافلين وإن كانوا من الطائعين ظاهرا. إلهي بحق حبيبك المصطفى اجعلنا على سنته واحشرنا في زمرته، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.